أكيد خليل، علقت شركة أوشن جيت أنشطة الغوص إلى موقع سفينة تايتانيك بعد ما استمرت في الترويج للرحلة لأكثر من أسبوعين بعد وفاة ركاب الغواصة الغارقة تيتان المنكوبة. ونشرت الشركة رسالة على صفحتها على الإنترنت تفيد بتعليق جميع عملياتها الاستكشافية والتجارية بدون الكشف عن تفاصيل. من جهتها كشفت زوجة أحد ضحايا الغواصة المنكوبة أن الركاب الخمسة قضوا لحظاتهم الأخيرة وهم يستمعون إلى الموسيقى في الظلام ويشوفون مخلوقات بحرية في الأعماق. يعني تخيلوا مشاهدين، تخيلوا أنه الشركة استمرت في الترويج لرحلاتها بعد الكارثة وحددت موعدين لرحلاتها المستقبلية في يونيو من العام المقبل، وتكلفة رحلة تيتان 250 ألف دولار للشخص الواحد. يعني سهى وخليل، بعض المغامرات تكون مكلفة مش بس ماديا، فيها مجازفة غير مدروسة وغير محسوبة، ويعني ممكن تروح فيها أرواح زي ما شفنا. يعني هذه الغواصة المنكوبة